فن التشكيلي والحاجات الهاند ميد، فقررت ان انا ماليش دعوه الدراسه خالص وان انا اشتغل في الحاجه اللي بحبها واتعلمها. انا اشتغلت اول حاجه بداتها خالص كانت الاكسسوارز بالواير والتلضيم، وبعد كده اشتغلت نحاس، ضغط على النحاس، واشتغلت تطريز، واخر حاجه وصلت لها هي كانت الريزن. هو الريزن ماده يعني هي بتبقى ماده سائله بيتحط عليها مصلب عشان تدي شكل في الاخر صلب، ممكن يبقى شفاف ممكن يبقى ملون، بتدخل في حاجات كتير، بتدخل في الاكسسوارز، بتدخل في ان انت ممكن تعملي براويز، الحاجات دي كلها. ما بقالوش فتره كبيره في مصر، هو اتعرف من حوالي سنه وشويه، بدا يدخل في الاكسسوارز وبتبقى سعرها غالي قوي، فالناس بدات تتجه ان هي تتعلمه عشان تعمل بنفسها او عشان تعمل شغل دي. الريزن ممكن ندخل فيه الوان نلونه، ممكن ندخل فيه الالوان الفوسفوري اللي هي بتعرضيها للضوء فتنور في الضلمه، ممكن نحط فيه صور، ممكن نحط فيه دلايات ورد، دي المنتشر قوي، الورود والصور والفراشات والحاجات دي. هو الريزن كماده الريزن نفسها مش متوفره في مصر، فهي ليها بديل بيبقى موجود وسعره رخيص، وبيبقى كذا ماده بنخلطهم على بعض عشان يدينا ماده الريزن. اي حد ممكن يشتغلوا عادي، مش شرط ان هو يبقى عنده خلفيه مثلا حاجه فنيه او كده، لا، بس ممكن يبقى حابب يتعلمه بيبقى سهل ان هو يتعلمه. وانا كان حلمي من زمان، من اول ما بدات شغل هاند ميد من حوالي 9 سنين، ان انا ادي ورش الحاجات اللي بعملها، وفعلا وصلت الحاجه دي. عايزين نوصل الفن لكل الناس، وان شغل الهاند ميد ينتشر في مصر زي زمان، ويبقى فعلا احسن من اي حد تاني.